السلام عليكم اخواتي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال اليوم حبيت نقدم لكم كريش الورده اللي راهم داير حاله في مواقع التواصل يعني بزاف اللي داروه بس حبيت نمده لكم طريقتي انا يعني عجبني بزاف الشكل تاعو حبيت نجربه وجربته يعني هذه اول مره نجرب هذا الشكل ونجح لي من اول مره جا ما شاء الله كما راكم تشوفوا وجا منبل وجا فارغ من الداخل ماهوش معجن خلاص يجيكم هايل يعني من اول مره ما تخافوش منه خلاص ديروه بالطريقه يعني كما تشوفوا كما ديروه وما تخافوش يعني كما تشوفي الطريقه صحيحه بنفس طريقه <applause> راح يجيك ما شاء الله قبل ما نبدا راح نقول لكم لي مره تشوف قناتي تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها دائما جديد القناه وما تنساوش ايضا تضغطوا لي على زر اللايك باش يطلع الفيديو تاعي ويوصل اكبر عدد ممكن من الناس بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عندي هنا هذه الغرفيه هذه البيضه تهز نفس الكاس كما الكاس هذاك تاع 220 ملل يعني نفس الكاس نقيسوا به كل شيء الخاتمة هذيك البنات شوفو من بعد نقول لكم واش بها الخاتمة هذيك نشرحلكم الساعة هنا قبل ما يفوتني الوقت ومن بعد نقول لكم على الخاتمة هذه تاع الرجالة <applause> هنا حكمت بيضه كامله نحيت منها شويه تاع بياض البيض من بعد نلصق به الكريوش آه، تاعي وحكمت زدت الباقي كامل ما اذا عندكم يعني المظهر ديروا المزهر مباشره اذا عندكم روح المزهر ديروا الماء وديروا لها روح المظهر كما درت انا على خاطر هذا قوي بزاف يعني يعطيني الذوق تاع مظهر قوي معناتها انا ندير الماء وندير لها الذوق تاع المزهر كيما نقولوا حنا نروح المزهر باش يجي الطعم تاعو قوي بزاف اذا ما عندكش يعني روح المزهر ديري المزهر العادي اللي يتباع مهم تعمروا يعني ديروا البيضه وتعمروا الباقي حتى تكملوا الكاس كامل يعني كيلا كامله تاع الماء تاع سوائل عفوا بيضه مع الماء هكا ومن بعد تبداو في الاشياء الاخرى عندي هنايا كاس غربا نتاع الكاس يعني ناقص كيما راكم تشوفوا حوالي زوج صبع نتاع السمن الذايب تقدروا ديروا حتى بالمارغرين وتقدروا ديروا ايضا بزبده التوريق وعندي هنا زوج مغارف كبار نتاع السكر كلاص على واه درت السكر كلاص لهنا على خاطر قريبش هذا يعني نعسلوه غير هكا الفوق يعني باش تجي العجينه تاعو شويه حلوه يعني ما يصلحش تلوحيه ديريكت في في العسل على خاطر يتفتت ويروح فيها وعندي ايضا اخواتي عندي نصف كيس تاع خميره كيميائيه ما يعادل خمسة غرام يعني الكيس هذا قلت لكم يهز عشرة غرام وحنا درنا خمسة غرام فقط ونديروا رشه تاعنا تاع الملح من بعد نبداو نضيفو في الفارينة انا بما اني مالفة ندير هذا الخليط يعني مالفة به دائما يعني بنفس الفارينة نستعملها يعني حفظت الكيلة كيفاش وانتوما بصح شوفو ديروا تلات كؤوس ويهزلكم ربع كؤوس نتاع الفارينة نتوما ديروا تلات كؤوس ورابع ضيفوه بشوية على خاطر حسب الفارينة تاعكم ممكن يهزلكم اكثر ممكن اقل انا دائما يعني بنفس الفارينة ونفس يعني النوعية راني نخدم بها يعني ما نبدلش المكونات انا نخدم بفارينة سيم تهزلي ربع كؤوس قد يعني كي ندير كاس تاع تهزلي ربع كؤوس نتاع الاخر نتاع الفارينه شوفوا هنا نحيت الخاتم يا البنات واش قصتها الخاتم لقيتها في الدار فقط نساها راجلي هنا في الدار حكمت درتها ونسيت خلاص بلي راني مدايرتها حتى نشوف في الكاميرا كان شوف في البورطابل طليت هكا كيما قاعده نعجن فيها به فقت يعني مع الاول ما فقتش خلاص بلي راني مدايرتها يعني كنت مدايرتها في الدار قلت كي نحب نصور نحيها ومن بعد يعني ما فقتش خلاقي كي بديت يعني هاني يعني قاعده نخدم بها عادي ومن بعد حتى نطليتها كان نلقى فيها <applause> نلقى فيها في يدي حكمت نحيتها فرق. من بعد يا البنات هذه العجينه لازمنا نعجنوها شويه باش تجينا رطبه ومليحه وتمد نتيجه مليحه يعني تعجنوها من با دقيقه واحده شوفوا هذه هي العجين اللي عجنتها انا راهي من الاول الاخر هذه هي يعني خليت لكم بالعاني هكا باش يعني هذه هي فقط الفتره اللي عجنت فيها العجين يعني فتره قصيره خلاص من با دقيقه ولا نص دقيقه يعني المهم تلموه مليح هكا باش يتجانس مليح الخليط فقط حكمت قسمت العجين تاعي الى اثنين تقدروا تقسم حتى لربعه يعني اذا بلون دو تاعك صغير ننصحك تقسميها على عده يعني كريات على الاقل ربع كريات ولا ثلاثه كريات باش يساعدك يعني في التوريق هنا نستعين بنشاء الذره يعني ونبدا نورق فيها طوابع هذوك يا البنات اللي راهم من هي هذوك هما اللي راح نستعملهم عندي تاع الورده الجهه المشرشفه والسامبل وراح نستعمل ايضا تاع المربع يعني حبيت نوع لكم الاشكال وتشوفوا توما اللي يعجبكم هما جاوا ما شاء الله كامل يعني جاوا باهيين بصح انا عجبني تاع الورده السامبل يعني هو اللي عجبني اكثر هنا راح نوزع يعني شويه نشاء تاع الذره يعني الفوق على السطح نتاع الورقه تاعي تاع العجين ونطبقها كما راكم تشوفوا هكا يعني الصوره راهي شارحه نفسها انا درت ان تور في المره الاولى ودرت دوبلو تور في المره الثانيه تقدروا ديروا العكس تقدروا ديروا دوبلو تور في المره الاولى وديروا ان تور سامبل في في المره الثانيه خاطر مازلنا راح نزيدو نطبقوها نعاود نحلها مليح ونعاود نطبقها بالنسبه للبنات اللي ما يفهموش هضرتنا الجزائريه يعني والغيرة غير شو... الصوره عفوا الصوره راهي شارحه نفسها ولا الفيديو شارح نفسه يعني كي تشوفي هكا برك تفهمي كلش وبرب ان شاء الله كي نعود قاعده دائما ندير ترجمه الى اللغه العربيه واللغه الانجليزيه يعني بزاف فيديوهات راني درت لهم ترجمه فعلوا الترجمه برك تلقاو الترجمه بالعربيه الفصحى هنا عاود حليتها يعني مليح وزدت درت لها نشاء ذره وهنايا طبقتها كما راكم تشوفوا دوبلو تور يعني التور الثاني درتو دوبلو تور وندير للثانيه نفس الشيء يعني ما حبيتش نطول عليكم الفيديو درت للثانيه نفس الشيء حتى هي طبقتها بهذه الطريقه من بعد نجيبهم من الاحسن تخليوهم يرتاحوا شويه على الاقل نص ساعه هكا باش كي تحلوهم بعد يعطوكم الطو بس انا يعني غير ما ارتحت الاولى بدلتها درت الثانيه ترتاح وبخل... وبديت بالاولى هذيك يعني بديت ديجا نحل فيها المره هذه نحلوها رقيقه مليح مليح دوك تشوفوا معايا شوفوا على بيها قلت لكم يعني اقسموها على ثلاث كريات ولا ربعة خلاص شوفوا جاتني العجينه كي رققتها قد جاتني كبيره وانا يا يعني عندي غير اللوحه هذه يعني نستعملها في هكا في الطرقاق وكل شيء يعني ما كفاتنيش على بيها قصيتها على اثنين وبديت ندير بشويه هنا راني قصيتها ويعني وحليت نص تاعها يعني النص هذا الطرف هذا تاع العجينه راهو ربع العجينه هذيك ربع هذيك العجينه كامله الربع تاعها هكا ونبدا نطبع هنا درت المول المشرشف هذا تاع الوردة المشرشفة هكا كيما راكم تشوفوا نطبعها كاملة تحصلوا على عجينة تكون رقيقة مليح ما تخليوهاش خشينة بزاف ديروها غير رقيقة شوية برك شوفوا يعني الرق تاعها باين يعني وهذا نطبقهم لي شيت هذوك ما نخدمو بهم حوايج ما يصلحوش نعاودوهم معنا بها يعني المول المربع هو عملي على خاطر ما يخليلكش لي شيت بزاف تعودوهم. ما تقدوش تعاودوهم يا بنات على خاطر من بعد كيما نقولو حنا لو كان تعاودوهم مع الطباق هذاك شغل الورده كي تطلع يطلعوا هذوك الجواي هذوك اللي ماهمش مفينين يطلعوا هكا ويشوهوا لك الشكل تاع الورده على بيها خليتهم انا كش ما نخدم بهم حاجه اخرى وبربي ان شاء الله نشاركها معاكم اذا قدرت يعني اذا قدرت نشارك معاكم واش نقدر نديروا بليشيت هذا نقدر نديروا بهم بزاف حوايج وبربي ان شاء الله اذا قلت لكم قدرت نصور لكم نصور لكم واش درت بهم هنا كنت درت بالمول يعني طابع الورده السامبل والمشرشف ودرت ثاني بالمربعات وهذه هي النتيجه يعني لميتهم كامل كما راكم تشوفوا راح نبدا في الخدمه تاع الكريوش بالنسبة للمربعات نديرو ثلاث حبات نتاع نتاع المربعات هكا كيما راكم تشوفو ومن بعد نجيب الموس يعني نقص كل ضلع يعني نقصو على اثنين بصح ما نوصلوش للوسط يعني ما نحاولوا انه ما نوصلوش للوسط نخليوها كيما هكا كيما راكم تشوفو ها درناهم فوق بعضهم باش نقصوهم مع بعضهم فقط في المرحله هذه باش نقصوهم مع بعضهم بعد نعاودو نحيوهم من يعني كل وحده وحدها باش نديرو بيناتهم بياض البيض تحكموا الاولى ديروا بياض البيض ومن بعد تحطوا فوقها الثانيه معكوسه تجي معكوسه كما راكم تشوفوا ومن بعد تزلو تعاودوا الثالثه يعني تعكسوها تولي كيما الاولى وتضغطوا مليح في الوسط تضغطوا مليح في الوسط وتحطوها معناتها راكم كملتوا حبه هكا دوكا نروحوا للشكل تاع الورده الدائري كما نقولوا حنا اللي راح نديروها ورده وهي دائريه شوفوا كيفاه قصيتها قصيتها كل ورقه واحده هكا بس ما نوصلوش ثاني للوسط نقصوها هكا برك باش من بعد كي تنفخ تجينا شكل هكا منبل هكا ومن بعد نديرو نفس الشيء يعني نديرو الاولى ونديرو طرف تاع بياض البيض غير بصبعكم شويه برك ومن بعد الثانيه تعكسوها شويه هكا والثالثه تحطوها كيما الاولى تجي كيما هذا الشكل دوك نعاود لكم الورده السامبل تشوفوا كيفاه نديرو ثلاثة فوق بعضها نقصو كامل الورقات هكا كل ورقة وحدها بحيث انه ما نوصلوش للوسط ونبعد نزيدو نديرو بياض البيض في كل وحدة الأولى والثانية فقط ونديرهم كما راكم تشوفو الأولى ومن بعد الثانية شوي معكوسة هكا باش تجي الوردة من بعد مفتوحة وطالعة هكا ويجيو الورقات معمرين ومن بعد نزيدو الثالثة يعني ونضغطو في الوسط فقط هذه هي الطريقة دروكا طريقة القليان ثاني تهم بزاف دوك نشوفو هنا بلي الزيت سخنت كي نشوفوها بلي سخنت شويه برك نبداو القلي يعني ديروهاش سخونه بزاف ثاني ما ديروهاش بارده بزاف شوفوا كيما تحطوها هي تبدا تتنفخ يا البنات ثاني دائما انا نركز على كل شيء يعني هي تبدا تنفخ يعني لكن ما حكمتوهاش في الوسط بحاجه يعني كيما هكا مثلا اي حاجه تستعيني بها انا استعنت بهذا تاع السيخ هذا اللي خشين شويه نستعملوه يعني ونقلبوا به نصرانه هذا لازم تديروا اي حاجه في الوسط اللي تجيكم في تتفتت كل وحده تروح وحدها كل ورقه تروح وحدها لازمكم تضغطوا في الوسط سينو راهي لك كانك ما درتي والو على بها يعني طريقه القلي لازم تكون بهذه الطريقه وعلى بها انا درت المقله ما حبيتش ندير جميله كبيره والزيت غزيره بزاف باش نقدر نتحكم فيها انا عجبتني هكا الطريقه هذه خير يعني في القلي انا بديت لكم باللولة والثانيه هذو هما اللولين يشوفوا ينجحوا من اول وحده يعني ينجحوا هو ديروا بالطريقه الصحيحه بالطريقه الصحيحه فقط ها شوفوا قليت لكم المشرشفه وقليت لكم تاع المربع وقليت لكم الاخرى تاع اللي مش مشرشفه يعني ورده وهي مش مشرشفه وجاو كامل ما شاء الله شوفوا جاو يهبلوا كامل وجاو منبلين كامل وشي هو انا عجبتني هذه السامبولي هذه اللي من هنا هذيك هي اللي عجبتني بزاف خاطر كي ما تكملوا كي تكملوا يا تضغطوها وتتنفخ كامله تقدروا تخليوها يعني ما راح تزيد تعاود تنفخ ما تلوحيش فوقها الزيت ما تنفخش كثر شوفوا هذه كي رحت فوقها الزيت بدات راح تعاود تنفخ وحكمتها بهذاك الخشبه هذيك يعني حتى عاود صفرت شويه بدات لون ذهبي دوك نحيها وشوفوا يعني كامل درت لكم بزاف باش تشوفوا يعني باللي راه ناجح ما شاء الله ويجي يهبل ويجي يتفتت وحده ها كي تحبوا تلوحوا الزيت لازمكم تديروا حاجه في الوسط باش ما تفتتش هذيك الورده وتروح تروح فتات يعني تفرقع كامله تروح نكملوهم كامل بنفس الطريقه كما راكم تشوفو شوفوا البنات ها وننتقلوا يا البنات لطريقه التعسال وطريقه التقديم يعني التقديم كما تحبون بصح التعسال تاع الكريوش هذا ثاني مهم بزاف لازمكم يعني انا سخنت العسيله تاعي ما خليتهاش بارده هكا لازمها شويه تلو... تكون مطلوقه هكا بشي آه يعني تدخل بين الورقات على خاطر قلت ما يصلحش ندخلوه كامل في العسل ونخرجوه على خاطر يتفتت كامل والتقديم كما راكم تشوفوا درت غير عقاش هكا ابيض ودرت حب الملوك المصبر زينت يعني بالحوايج اللي عندي في الدار نتوما ثاني زينوا باي حاجه عندكم في الدار يعني صح تزينوا بها نتمنى اخواتي يكون عجبكم هذا الكريوشو هذا الفيديو ما تنساوش لي اعجاباتكم وتعليقاتكم الجميله باش يطلع فيديو تاعي يشوفوه بزاف الناس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته